وصل صوتك. جايبي دمر جايبي في اتجاه المباركي، لكن هناك رفع راية من المساعد. عملية تسلل وثم تدخل من حارس ناصر شعبان. الحقيقة مش لازم باش نشاهدوا الصور هذه، الحقيقة ماناش في حاجة لمثل هذه الصور اللي قاعدين نشاهدوا فيها. على ما اعتقد يعني لاعبي الترجي احتاجوا على الحارس ناصر شعبان في اللقطة الأخيرة على مستوى التدخل نتاعو مع مهاجم للترجي. هذه عادة العملية الأخيرة زايدة 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 حقيقة من ناصر شعبان، يعني حارس ممتاز كرويا وأيضا ممتاز فنيا. زايدة اللقطة من ناصر شعبان، هذه عادة على المهاجم، هذه إعادة العملية الحقيقة زايدة من ناصر شعبان في اللقطة الأخيرة على مدافع إيهاب المباركي. تدخل كان عنيف زايدة بالحقيقة كما قلت، التدخل الأخير يعني ذاك علاش لاعبي الترجي احتجوا على ناصر شعبان. ثم يعني هذه الصور كما قلت هدأت الأمور الحمد لله، والعملية كما قلت حوار بين الحارس بقية زملائه وناصر شعبان. هذه جماهير الترجي أيضا الحاضرة هنا في هذه المباراة، أجواء رياضية طيبة الحقيقة فوق المدرجات. تدخل كنزيت هو ربما يعني خلق تشنش، حوار بين حسين راكد والحارس، يعني حكم المباراة سيد ناصر الجوادي. كيف قلت يعني الأمور هدأت والحمد لله. إذن ستعود المباراة